السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أعظم المخلوقات وأرفعها وأثقلها العرش، قال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقال تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. قال ابن كثير رحمه الله: أي هو رب العرش العظيم ورب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وكل ما تحتهم فهو في قبضته وفي ملكه سبحانه. أمره نافذ وقضاؤه واقع وهو على كل شيء وكيل، انتهى كلامه. أما الكرسي فإن الله جل وعلا قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. روى أبو الشيخ في كتاب العظمة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وهذا الحديث وإن كان موقوفاً فإن له حكم الرفع، وهو يدل على عظمة الله جل وعلا وسعة سلطانه. فإذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض وما فيهما، فكيف بالعرش الذي هو أعظم من ذلك؟ روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وروى ابن خزيمة في كتاب التوحيد من حديث مسعود رضي الله عنهما أنه كان يقول: ما بين السماوات والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام، وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين السماوات وبين الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي وبين الماء مسيرة 500 عام، والكرسي فوق الماء، والله جل جلاله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا الحديث وإن كان موقوفاً على ابن مسعود فإن له حكم الرفع، لأن ابن مسعود لا يمكن أن يقوله من قبل الرأي، وأيضاً لم يعرف عنه أنه كان يأخذ من الإسرائيليات. قال ابن القيم رحمه الله: لما كانت السماوات محيطة بالأرض كانت عالية عليها، ولما كان الكرسي محيطاً بالسماوات كان عالياً عليها، ولما كان العرش محيطاً بالكرسي كان عالياً عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الكرسي فموضع القدمين، وعلم المسلمون أن الكرسي الذي هو موضع القدمين وسع السماوات والأرض وما فيهما، فكيف بالعرش الذي هو أعظم من ذلك؟ والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلاه، والعرش خلق من مخلوقات الله جل وعلا لا نسبة له إلى قدرة الله تعالى وعظمته، انتهى كلامه. أيها الإخوة الأفاضل، العرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، قال سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وقال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأقول أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وروى أبو داود في سنن من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وفي رواية مخفق الطير مسيرة 700 عام. والعرش أول المخلوقات، بل هو قبل القلم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. قال ابن كثير: فثبت خلق العرش قبل القلم، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، والجمع بينهما وبين حديث القلم بأن القلم أول المخلوقات، كما جاء في صحيح الإمام البخاري أن ناسا من أهل اليمن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نسألك عن هذا الأمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وخلق الذكر، وخلق السماوات والأرض. وهذا العرش من الأمور الغيبية التي نؤمن بها ولا نراها. قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. فاستوى سبحانه استواء يليق بجلاله، من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، على مذهب جماهير السلف الصالح. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. وهذا دليل على أن العرش كالقبة للعالم، وهو سقف المخلوقات، وهو سقف الفردوس الذي هو أعلى الجنة وسط الجنة. وهذا العرش مع ضخامته وسعته فهو أثقل المخلوقات، بل أثقل الأوزان، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جويرية بنت الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها في وقت صلاة الفجر، ثم ذهب وجاء في وقت الضحى، فقال عليه الصلاة والسلام: ما زلت على تلك الحالة منذ أن فارقتك؟ قالت: نعم يا نبي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وهذا الحديث دليل على أن العرش أثقل الأوزان. روى البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا كان هذا العرش قد اهتز فرحا وسرورا بمقدم روح رجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بقدوم روح سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.